أيمن إن شاء الله في مجموعة اللعيبة هتيجي على البطولة طبعا يوم 22 ويوم 26 ماتشين إن شاء الله مع أمير زيزاني. إن شاء الله الفائز ما بين مصر وزيلاند زي ما أنتم عارفين، والفائز ما بين كرواتيا وتونس إن شاء الله يوم 26 والمباراة النهائية. التمام للعيبة المحترفين يبتدي من يوم 17 إن شاء الله في الإمارات. مجموعة اللعيبة اللي في مصر إن شاء الله التجمع بتاعنا يوم بعد مباراة النادي الأهلي الأخيرة أو الأسبوع الأخير يوم 12، التجمع إن شاء الله هيبقى يوم 13 للمجموعة كلها، بحيث إن تكتمل الفريق كامل بإذن الله يوم إن شاء الله يوم 17 أو 18 في الإمارات زي ما قلت. فدي الخطة اللي هي بإذن الله. طبعا إحنا من خلال بوضح طبعا كابتن حسام بوضح إن البطولة دي إحنا طلبناها وأصرنا عليها، كابتن حسام أصر عليها إنها نشتغل فيها بحيث إن إحنا يبقى استعداد بشكل كويس، نشوف مجموعات اللاعبين اللي إحنا تابعناهم الفترة اللي فاتت. ده كان من أول لحظة اتكلمنا فيها وأول اجتماع حصل، إحنا طلبنا إن إحنا نشترك بقوة في البطولة دي بصرف النظر عن النتائج، لأن أنتوا عارفين شخصيتنا إن كيف النتائج ما تهمناش أكتر، تهمنا النتائج بس برضه في حتة بقلب قوي كان ممكن نعتذر عن البطولة، وكان ده اللي كان وارد وده اللي كان الصورة اللي كانت موجودة ساعتها إن الاتحاد ممكن يعتذر عنها عشان الظروف جهاز جديد. بس كابتن حسام أصر لنا إن هو إن إحنا نلعب البطولة دي استعداد كويس قوي للاعبين، لأن دي هي الفترة اللي هتبقى الوحيدة اللي قبل الماتشين الرسميين مع بوركينا وغينيا، فدي هي الوقت المناسب أو الوقت الوحيد اللي يقدر يشوف مجموعة اللعيبة ويشتغل معاهم ويكمل في فكر كابتن حسام فيها. فهي دي الجزئية اللي أنا بتكلم فيها أو الموضوع. وفي حاجة تانية كابتن حسام، نسمع كمان كابتن حسام عن المعسكر وبعد كده سيف.